بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ولقد مكناكم
ومكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه الشجرة
الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا لباسا يواري سوآتكم وريشا لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم
يذكرون ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين وادعوه مخلصين له الدين وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. والإثم والبغي بغير الحق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل. ولكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. ولا يستقدمون. ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون. يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم. يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار. واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار. هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا
يتوفونهم قالوا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ومن فوقهم غواش
وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون لم يدخلوها وهم يطمعون
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يقول الذين نسوه من
قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا سقناه لبلد ميت فأنزلنا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سعة
سفاهة قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة
برحمة منا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا
تخبرنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا وما كان جواب قومه إلا إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما وسع ربنا كل شيء علما
على الله توكلنا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها بآياتنا إلى فرعون
فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا وجاء السحرة فرعون قالوا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا قال ألقوا فلما
سحروا أعين الناس واسترهبوهم فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك
فتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما
بما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين
وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فلما قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء
موعظة وتفصيلا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما
فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي
أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل واتبعوا النور الذي أنزل معه
فأولئك هم المفلحون واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا
وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى
يوم القيامة وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا
فقصص القصص لعلهم يتفكرون فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين أولم يتفكروا أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ما بصاحبهم من
إلا نذير مبين إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند ربي علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير لاستكثرت من الخير وما مسني السوء لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إن أنا إلا نذير وبشير
لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ
يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع
أتبع ما يوحى إلي من ربي قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون Quran is life.